يعطيكم العافية. اليوم أنا نشرح آخر درس بكتاب الفيزيك اللي هو بوسيد أرشميد. بوسيد أرشميد هو معرب بأرخميدس. أرشميد كان عالم فيزيائي وعالم فلك وعالم رياضيات وكان فيلسوف. هيدا العالم اشتهر بدافعة أرخميدس أو بوسيد أرشميد. بوسيد أرشميد تعرف في قصص كتيرة عن بوسيد أرشميد وعن أرخميدس تحديدا، قصة التاج والملك لما طلب منه يشوف إذا هذا التاج مصنوع من الذهب الحقيقي أو لا. وهو بوسيد أرشميد هو اللي مشهور بكلمة إريكا أو وجدتها، لما وضع قانون الطفو اللي هو نحن دافعة أرخميدس أو أرشميد بوسيد أرشميد. في كتير أشياء بالحياة بحياتنا اليومية منشوفها بتطرح علامات استفهام. مثلا لما أنا بتطلع أو بيجي بدي أحمل صخرة بقلب المي، بقوم بالنهر مثلا وعم بحمل صخرة أو بطيخة اللي بنخدها معنا على النهر بنحطها بقلب المي، بنجرب إنه في ولد بيكون عم يحملها بحسها خفيفة بقلب المي، بس يحملها فوق المي بحسها كأنه زاد وزنها. طيب مين اللي كان عم يساعده فيها؟ هل في حدا من تحت كان عم يدفع معه؟ يعني في إنسان تاني قاعد تحت بقلب المي عم يساعده؟ أكيد لا، في فورس عم تصير من المي باتجاه هذا الجسم وعم نرفعه. حتى إذا كنا عم ننقذ حدا من قلب المي، سحبه بقلب المي غير سحبه فوق المي. طالما هو بقلب المي منحسه خفيف كأنه هو عنده وزن منه حقيقي، وزن ظاهر. حتى بس نشوف المونتاج البالون، هيدا البالون كمان كيف بطير بيعلي كيف برجع بينزل حسب أي تقنية حسب أي فورس اللي هو منشوف في شيء عم يخليه يتحرك، وهي اكيد فورس. هلا ما ندرسها. اذا انسان عم يسبح بنلاحظ نحن سباحه بالمي الحلوه غير سباحه بالمي المالحه. سباحه النهر هي صعبه خاصه اذا واحد بده يتعلم سباحه. بالبحر بحس بيعوم فلوت اسهل من النهر. ليه؟ لانه المي اختلاف المي باختلاف الروح اللي لها بتحتم او بتغير بالفورس اللي بتعطينا كيفيه الفورس اللي عم تصير من الليكيد على هيدا الجسم. نفس الشيء البارك اللي البارك بالمي ليه ما بيغرق؟ لانه في فورس حدا رافعه. هيدي الفورس هي اللي بدنا نحكيها اللي هي بنسميها بوسي دارشميد. رح نعمل اكسبيريونس صغير مبدئيا بيحكي عن موضوع بوسيد أرشميد. انا بحاجه ل قنينه مي معبيه من الحنفيه من برا، عندنا سال ملح من عند الدكانجي هذا اللي حدنا ابو خالد، عندنا أنف بيضه، وعندنا اثنين ريسبيون لقينا كبايات تانكو، ومنا نشوف انه البيضة بقلب المي. اذا جيت انا عبيت مي، هيدي مي معبية من الحنفية مثل ما قلنا، يعني مي حلوة، يعني هيدي الاول ماس فوليميك اللي لها الرو هي 1000 او 1000 كيلوغرام بار متر كوب. لعبي انفيرس ان كونتيتي دو دون سي ريسيبيون، اوكي، وراح احط هيدي اون بلون ستاف، راح احطها بقلب المي. برايكم هل حتعمل فلوتيزون او حتعمل كول؟ المي هون حلوه حتنزل مباشره، حتنزل للبروفوندور اللي تحت مثل ما شايفين البيضه نزلت بقلب المي. طيب رح نعمل على نفس الاكسبيرينس نفس البيضه، احنا من طول غيرنا البيضه، اوكي، بعبي نفس المي كمان. اذا حطيت البيضه هون رح تغرق، ولكن انا هون ما اجيب من ملحات ابو خالد ماركة المختار سي اون اجوت ان كونتيتي دي سيل من حدكم. هلا بصيروا مي مالحة، اكيد الفرق بين هون وهون، مي حلوة هون مي كثير مالحة. رح احط البيضة، رح نجرب، رح ضل يزيد ملح
البيضة نزلت الآن عقلت بطلت مبين البيضة. يعني نصرف ملح على تقريبا البيضة هي بس لتروق شوي المي. هيدي البيضة كنا نحط بعد نزيد شوية ملح من عليها بعد أكتر بس هون صار بطل يذوب الملحات. لتروق شوي هي زيتها هيدي البيضة اللي نحنا حطيناها هون بقلب المي الحلوة هيدي أودوس عم تغرقت لتحت. طيب رجعنا حطيناها بالأوسادي أوسادي مبينه هون البيضة طافت على سطح المي. هيدي البيضة طافت على سطح المي. طيب كماس هي زيتها نفس البيضة ميم اف حطيتها مرة بالأو المي الحلوة بأودوس جاي حطيتها بالأوسيدي. طيب هون أكيد نحن شو عملنا عمليا زدنا نحن كونتيتي للسيل. يعني لما زدت أنا هون كمية خلينا إذا بدكم من لونكم البيضة بس لتبين لأنه المي هون شوي معتمة. هلا بفضل صف كلها مي رح لون البيضة تبين أكثر. بس لو أنت لتبين على الكاميرا هيدي البيضة هي زيتها هيدي البيضة إذا أخذتها وحطيتها بالمي الحلوة حتنزل لتحت. فإذا حرجع قيمها من هون وحطها هون. فإذا هيدي البيضة طفت. أهلنا من زمان أهلنا وجدودنا وقت اللي كانوا يكبسوا الزيتون يعني يرصوا الزيتون خليلوه يعني كان يحطوا مقدار من الملح بس الأهل ما كانوا أو أهلنا وجدودنا ما كانوا متعلمين يعني ما كان عندهم هالثقافة الواسعة عن أو أنه يعرفوا يقروا ويكتبوا عندهم كتب وإنترنت وما كان بوقت الإنترنت ما كانوا يعرفوا كمية الملح. كانوا يقولوا أنه بحاجة الزيتون تطويشة بيضة يعني أدي أنا حطيت أنا هون ملح بضلوا يحطوا كانوا ملح بالجرة لحتى ويحطوا بيضة لحتى تطلع البيضة بس تطلع البيضة بيكون صار كمية الملح مناسبة يعني لا زيادة ولا قليل لأنه إذا كان الملح زايد بيهتروا الزيتونات ما بيستوى بالكبس وإذا كان أقل من الكمية المطلوبة ما بيستوي. فلذلك كانوا يستعملوا هذه الطريقة. طيب هلأ نحن
عم نذكر هذه الطريقة ولكن ما نفسر ليش البيضة هون طافت وهي ذاتها هاي البيضة بس خدها هي ذاتها هيدي البيضة بخدها حطها هون تغرق. طيب إذا جينا نحن واشتغلنا ميكانيك مو طلعنا هيدا أوبجي إلو ماس إذا أنا بحطها على الميزان هيدي البيضة إلى ماس يعني عندها بوا البوا من السنتر دي جرافيتي فيرتيكال فيرلبا. طيب حطيتها هون لاحظتوا ما نزلت. طيب ليه ما نزلت؟ كأنه في حدا حاملها يعني كأنه في حدا عامل عليها فورس فيرتيكال فيرلبا فهي بعكس كولينيير بس سنس اوبوزي مع البوا. فإذا هون في عندها اثنين فورس يعني أنا هون عندي هون هيدي الاف هيدي الاف اذا عم تلاحظوا بس هيدا البارتي ايمرجي عم يبقى منا مبين شوي البيضة. اوكي هيدي الاف شو عليها فورس بالاصل هي عليها بوا من سنتر دي جرافيتي فيرتيكال فيرلبا ام جي. وليش ما وقعت بقلب المي هون في او سيدي. ليش ما وقعت؟ لأنه في عليها فورس دفعتها من هون لفوق اسمها F. هيدي الاف لهيدي الفورس هيدي اسمها بوسي دارشيميد هي فورس هيدي بوسي دارشيميد لموضوع درسنا عليها بوسي دارشيميد اللي هي الفورس اكزيرسي فورس اكزيرسي بار لليكيد سير لوبجي لوبجي يعني الاف اللي احنا حطيناها. طيب وهيدا بفسر لي انه ليش نحن بس نكون عم نسبح بمية النهر بنحس في شيء بشدنا يعني صعب شوي هيك سباحه بنحسها خاصه على المبتدئ وبس نكون عم نسبح بمي البحر بنحس لحالنا منطوش. حتى في بعض الناس اللي يعني احنا مش رايحين على البحر الميت بس بعض الناس اللي بيقولوا البحر الميت مشهور بشدود شديد الملوحه في ملح كثير يعني حتى بيقدر الواحد يطوش حتى لو بيعرفش يسبح دغري بتشوف حاله طاش وبقولوا بينام على ظهره بيقرا جريده هونيك بالبحر الميت لانه شديد الملوحه. طيب انا شو صار بالمي لما زدت لها ملح؟ لما زدت لها ملح بتعرفوا انتم المي بس نزيد ملح صير مالحه بصير الرولي الى اعلى. يعني اذا انا اخذت الاو هي المي الحلوه العادي الرو تقريبا اللي لها 100 كيلوغرام بار متر كوب او 1 جرام بار سنتيمتر كوب. فاذا هون المي الحلوه 100 اس اي 100 كيلوغرام بار متر كوب. المي لما زدت لها ملح صارت حكما اكبر من 100 ما بعرف 100 حسب كميه الملح اللي انا عم زيدها اوقات مهم بس زادت عن الميل. فاذا لما انا كبرت الرو لما الرو للليكيد كبرت هيدي الاف كبرت لانه نفس الاكسبيريونس نحن عملناها نفس الاكسبيريونس عملناها مع المي مع الاودوس هون الاو بلس سيل هون الاو لما عملناها مع الاو لما عملناها مع الأودوس عليها ام جي وعليها كمان اف ولكن الاف هون اصغر من الام جي هون الاف قد الام جي فعملت لها فلوتيزون فصار في عندي هون فلوتيزون فلو تيزون صار في عندي عوامل. طيب هيدا اذا الرو عم نقول الرو كبرت الرو للليكيد اوغمونت الاف اوغمونت فاذا الرو والاف بروبورسيونال هي اول حاله. الحاله الثانيه رح ارجع قيم البيضه هيدي بهيدا الاكسبيريونس بدي شوف الباتا موديل
معجون اذا بيغرق بالماء او لا، وبدي اشوف شكلين. هلا هون بحاجه انا اذا ماخذين بات امودلي ايدونتيك نفس الوزن يعني، كبيتين مي رعبيهم من نفس المي اللي هي المي الحلوة العادي، اوكي. اول معجونة امنيها، اول واحدة بنعملها بشكل بول، والمعجونة الثانية هي ايدونتيك عليها، راح اعملها مددها بشكل بدي اعملها فوليوم، بشكل تعمل فوليوم ايمرجي اكبر من هيدا الفوليوم. هون صار بدها معلمية نسوان هون. وهيدي مثل رقرقنا المعجونة هي البات أمودلي، هيدي كوزن قد هيدي. هيدي بدنا ناخدها بدي اعملها بشكل كيف شكل البارك، مثل شكل البارك. عملتها مثل شكل البارك يعني مجوف بقلبه من جوا، مع انه هني نفس الـ الوزن يعني نفس البوا عندهم، بس الفوليوم لهيدي مثل ما ملاحظين فوليوم اكبر من الفوليوم لهيدي. هيدي بول سفيريك. طيب بحطها، شو صار بالبول؟ قول نزلت لتحت. بحط الثاني، بحط الثاني تاني ما نزلت. ما نزلت مثل شكل البارك بعدها. يمكن إذا تعبت مي بتتقل أكثر بتقوم تنزل، يمكن إذا عبينا فيها مي بتتقل أكثر. طيب فعليا شو صار عندنا هون؟ نفس البوا، نفس البوا، ولكن هيدي ما عمت صارت بالقاع، نزلت على القاع لتحت، لانه هيدي عليها فورس وهيدي عليها بوسيدر شمال. نحن حسب ما قلنا انه في بوسيدر شمال بتخلق من اي جسم بينزل على المي. طيب اذا انا بدي اجي لهون عم بحكي عن بوسيدر شمال بالاولى، باول واحد نزلت لتحت شو عليها فورس عليها، بس توضح اكثر. بأول ريسبيون هيدي البات أمودلي عليها اثنين فورس، عليها بوا ام جي وعليها اف ام. بتاني عملتها بهذا الشكل، تقريبا هذا الشكل عملتها. هيدي البات أمودلي، هيدي مثل ما شايفينها عليها بوا، نفس البوا ام جي، ولكن عليها فورس غير الاف ام، رح سميها اف دي. طيب هون نزلت لتحت لانه الام جي اكبر من الاف ام، هون صار عليها اف دي، الاف دي قد الام جي لانه علتها صارت هون كليبر فوق على سطح الماء. فاذا نفس الماس، شو يعني نفس الماس؟ يعني نفس البوا. طيب نفس البوا شو اللي تغير؟ طيب اذا هيدي نفس البوا يعني نفس الفورس الفيرتيكال فيرلوبا عم يشدوا اثنين لتحت، ما الارض عم تسحب هيدي بنفس القوه اللي عم تسحب هيدي، يعني اذا عم تسحب هيدي ب 2 نيوتن عم تسحب هيدي ب 2 نيوتن، ليش هيدي عليت وهيدي ما عليت؟ هون بنشوف نحكي عن شيء خاصه بال هيدا وقت اللي نزل شو الفوليوم؟ الفوليوم ايمرجي، هيدا هو الفوليوم امرجي اول ما نزل، غير هيدا الفوليوم امرجي. هون الفوليوم اكبر، هون الفوليوم، اذا الفوليوم امرجي اكبر
فالاف بتكون اكبر. فاذا من هون صار الاف بروبورسيونال على الرو وبروبورسيونال على الفوليوم. فاذا بهوتنين اكسبيريونس ببين انه اذا الرو كبرت يعني المي، اذا واحد بيسبح بالميركور، ميركور كتير كبير يعني اكبر من المي، الميركور 13600 الرو اللي له. فانت عندك الفورس اللي بتصير عليك بقلب الميركور قد الفورس، لاحظتوا هون نزلت انا تعبت مي، بس تعبت مي شو صار فيها؟ صار فيها البوا اتقل، صارت البوا عم تنزلت على تحت. فاذا بقلب الميركور الفورس اكبر من الفورس اللي بتعملها المي عليك بشيء 13600، ولكن ما بنقدر نسبح بالميركور لانه الميركور بيعملنا بيعمل سرطان، انه هو ماده مصاب بتعمل سرطانات للجلد، ماده خطره ما فينا نلمسها. نفس الشيء اذا كنا عم نسبح بالزيت، الزيت الويل هو 750 800، يعني 750 اقل من المي، يعني يا محلى المي الحلوه مية النهر. بالزيت بيكون الفورس البوسيدر شمادي كتير خفيفة، فالبوا بيكون كتير تقيل، فبصير تشدنا لتحت. لذلك حول البور بيكون مطرح ما مرسى السفن يكونوا بزيتوا زيت، بتشوفوا المي كتير هادي، بيمنعوا حدا يسبح هونيك. ليه؟ لأنه كمية الزيت كتير كبيرة. أول شيء بتعمل أمراض، اثنين بصير الواحد يغرق لأنه ما بيقدر يسبح بهادي المنطقة اللي فيها زيت، لأنه الرو بتكون خفيفة هونيك. فاذا من هيدي اثنين او اثنين اكسبيرينس اللي عملناه هون، بينا انه الاف البوسيدر شمال بروبورسيونال على الرو الماس فوليميك للليكي اي بروبورسيونال او فوليوم دي بارتي ايمرجي. كمان بالمحصله حيطلع بروبورسيونال على الجي، يعني اذا انا عم بعمل اكسبيرينس على الارض غير ما عملها على القمر، غير ما عملها بجوبيتر حسب الجي. فإذا هيدا كان مقدمة بس لنعرف شو هو البوسيدر شمال. فإذا نفس الشيء أنا هون لما بحكي عن المونتاج، المونتاج في بوسيدر شمال في F، لأنه أنا بعتبر أنه حتى الهواء اللي هون هو فلويد. فإذا الهواء الطبيعي، الهواء الطبيعي الرول له هي كيلوغرام بار متر كيوب. طيب لما أنا بجي أو الهواء الطبيعي الانفلوب اللي برا هيدا الرول اللي له تقريبا 1.3 كيلوغرام بار متر كيوب، هي الرول للاير للهواء. طيب جوا الاو شو بيكون الاير؟ اير شو؟ لانه هون عمليا بيشتغل على مبدا التسخين. لما انا بسخن الهواء اللي جوا بصير الرو بيصغر عن هيدي، بصير تقريبا ابوبتي، يعني بصير اصغر من 1.3. طيب اذا اصغر من 1.3 صار الرول للاير شو؟ اصغر من 1.3 صار كاني عم بحط انا زيت ومي. اذا انا بيجي بصب هلا زيت على المي، الزيت بيطلع لفوق المي تحت، نفس الشيء هون بقوم هيدا بيعلى، يعني بتقوى البوسيدر شمال. واذا بخفف ضغط الغاز اللي عم يحرق، ما هو عم يحرق هذا الهواء عم يولعه اللي جوا، اذا خفف الضغط بصير هيدا الهواء يبرد، وبالتالي عم يصير مثل الانفيرون الخارجي، وبالتالي بيرجع هيدا الانفيرونمون، وبيرجع هيدا بيرجع بينزل لانه بتخف البوسيدر شمال وبتكبر الام جي. نفس الشيء هيدي البوسيدر شمال هي بالنسبه ما انتبه للمي، يعني هي ذاتها هيدي البارك، اذا هيدي البارك كانت بالمي بالبحر لنقول غرقان منها هالقد، هي الباتي ايمرجي. اذا بتروح على النهر توصل المي لهون تغرق اكثر. ليه؟ لان البوسيدر شمال بتضعف بالنهر، مية النهر منا مي مالحة. هون الرو تقريبا 1000 1000 وشوي، وعملنا الاكسبيرينس على البيضة.